اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا شباب، ومساء الخير على الجميع إن شاء الله. شوف هذه الأشجار اللي ذيك الأيام اتضررت وتحرقت كلها، شوفوها. طبعا هذا عندي باب كامل أنا اتحرق هنا أو أكثر بعد، شوف بسبب اللي هو الرياح الشديدة والغبر اللي جانا ذاك اليوم. سبحان الله كان سرعة الهواء حوالي 60 مع حرارة وسموم. سبحان الله الببايه ما تاثر الا ان التين اكثر تاثر. بس شوف وين الان، شوف كيف. اهم شيء انك تقدر تحافظ على بقاه. شوف شوف كيف هنا صار. لكن هذا طبعا انا الان مقلم الاوراق، شوفوا لو تلاحظوا بالارض قلمت الاوراق القديمه كلها، قلمتها ورميتها في الارض. شوف شوف ايش قد هنا تحت. طبعا هذه بس انا مخليها الان لان تحتاجها شوي تخفف عليها من حدة الحرارة على الجذور، لكن بعد كم يوم إن شاء الله كلها راح أجمعها وأشيلها. الآن إن شاء الله إحنا قربنا على دخول اللي هو سهيل، وإن شاء الله يصير كل خير. الله يبارك للجميع يا رب يا كريم. شوف كيف جدا. شوف هنا العمال وش سوى ذاك اليوم، تكلم. شوف عروا هذه كله اللي هو هذا، مع العلم كان السوري يفترض ما يشيلون فيه، بس سبحان الله. شوف هذا يعتبر خسارة، عدم انتباه بسيط. شوف ايش سوى فيه، لكن هذا شوف كيف كله الان ممتاز جدا. ان شاء الله في الايام الجاية. طبعا هذا الاسباني الاخضر يعني يعتبر من المحب الى اللي هو تعري هذا الورق ايده، عقب ايام ان شاء الله يعطيه انتاج غزير بسبب ان الشمس وصلت له الى الوسط الزراعي حقه. سبحان الله العظيم، ما شاء الله. الله يبارك يا رب يا كريم.